بطبيعة الحال غتكون مجموعة ديال الفوائد بالنسبة للمغرب، منها أولا تطوير البنية التحتية على جميع الأصعدة، جلب عدد كبير من السياح الذي يطمح ليه المغرب منذ سنين باش يوصل 10 ملايين سائح، بالإضافة إلى ذلك جلب استثمارات، جلب رؤوس الأموال، بطبيعة الحال كما قلت يعني خلق فرص شغل بالنسبة للشباب، تطوير البنية التحتية، بناء الفنادق، طرق السيارة، يعني التي جي في غادي يوصل حتى لأكادير، المطارات إلى غير ذلك، وبالتالي غادي تكون واحد الدينامية كبيرة على مدى 7 سنوات من هنا 2030 وما بعد 2030. وكنعرفوا أن مجموعة من الدول كانت هذه المرحلة ديال تنظيم كأس العالم هي المرحلة ديال بداية الازدهار والتطور كما رأينا في إسبانيا من سنة 1982. وهو رهان تنموي بامتياز، بحيث ان جميع الدول اللي نظمت كاس العالم خصوصا قطر والدول الاوروبيه والامريكا اللاتينيه كتكون فرصه ذهبيه للنهوض بالاقتصاد والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، ونتمناو النجاح والتوفيق ان شاء الله في هذه التظاهره، والاستعداد لا الاستعداد المادي ولا النفسي لاستقبال السياح اللي الضيوف اللي غادي يحلوا ان شاء الله في 2030 بالمغرب، والمغرب خصو يستعد اتم الاستعداد خصوصا على المستوى السياحي. طبعا نحن ملزمون بتنظيم هذه التظاهرات الرياضيه لافادتها، يعني تفيد البلاد اقتصاديا وسياسيا من خلال طبعا التنظيم، من خلال استقبال الاجانب، من خلال استقبال السياح، من خلال اكساب او اكتساب بنيه تحتيه ملائمه لاستقطاب هاد الجماهير الأجنبية وتفيد في اقتصاد البلد. هذا من جهة. من جهة أخرى الجانب السياسي مهم طبعا، لأن ليس أي بلد قادر على تنظيم هذه التظاهرة، لأن مثلا كأس العالم صعب جدا أن تقبل عليه بلدان ليست لها القدرة الأمنية والكفاءة السياسية والكفاءة الاقتصادية على تنظيم هذه التظاهرات، وهذا أمر مهم سنستفيد أكيد لا من الجانب الاقتصادي ولا من الجانب السياسي وطبعا من الجانب الثقافي. البنية التحتية أنها تطور بشكل كبير جدا خلال هذه 10 سنوات، وفي نهاية هذه 10 سنوات غنشوفوا مغرب ربما آخر مختلف، نقدروا نقولوا بأكثر من 50% من المغرب اللي كنشوفه دابا. ثانيا كنظن أن العملة الصعبة غتدخل المغرب، وهذه حاجة مهمة لازدهار الاقتصاد.